السلام عليكم. محاضرة اليوم سأتكلم عن النوع الثالث من أنواع الذاكرة، وهو Secondary Memory، وأيضا سنتعرف على البورتس وبعض أنواع البورتس. Secondary Memory أي الذاكرة الثانوية، وتسمى أيضا بالـ External Memory والذاكرة الغير متطايرة. هذا النوع يكون أبطأ من النوع الثاني الذي هو Main Memory، وتستخدم الذاكرة الثانوية لخزن البيانات أو المعلومات بشكل دائمي، لكن الـ CPU ما يستطيع أن يصل إليها بشكل مباشر، وإنما يتم الوصول إليها عن طريق Input-Output Routines اللي تقوم بنقل محتويات هذه الذاكرة إلى Main Memory حتى يستطيع الـ CPU أن يصل إلى هذه المحتويات. من أنواع أو أشكال الـ Secondary Storage Devices، النوع الأول اللي هو الهارد ديسك درايف، هو جهاز خزن مغناطيسي. المعلومات داخله تكون غير متطايرة، قادر على خزن كميات هائلة من البيانات. يحوي على هيد، جهاز جزء متحرك اللي هو هذا الهيد. يوجد على هذا الهيد الكترومغنيت أي مغناطيس كهرباء، يقوم بشحن سطح الديسك بشحنات موجبة أو سالبة، أي الشحنة الموجبة تتمثل 1 والشحنة السالبة تتمثل 0، وبهذه الطريقة تتم عملية القراءة والكتابة من الهيد من الهارد ديسك عفوا. لأن مثل ما قلنا سابقا أن الحاسوب هو ديجيتال ديفايس، هو يتعامل مع البيانات اللي تكون ممثلة بشكل 1 أو 0. النوع الثاني اللي هو Solid State Drive، هو أيضا من أجهزة الخزن الغير متطايرة، هو قادر على خزن كميات هائلة من البيانات، لكن هنا ما يستخدم جزء ميكانيكي متحرك، وإنما بدل عنه يستخدم Flash Memory اللي هي عبارة عن ملايين من الترانزسترات أو الترانزستر، وبذلك هو دي يوفر لي وصول مباشر أو فوري للبيانات، فيكون أسرع من الهارد ديسك درايف. أيضا النوع لدينا النوع الثالث اللي هو عبارة عن CD أو DVD، وأغلبنا استخدمنا هذه الأقراص لخزن البيانات. هي عبارة عن أجهزة بصرية يتم حرق البيانات على سطحها باستخدام الليزر بالدرايفز الخاص بها، ويستخدم أيضا الليزر لقراءة البيانات منهم. CD عادة يخزن حوالي 650 ميجا بايت، بينما DVD يخزن ما بين 4.7 جيجا بايت إلى 9 جيجا بايت. الجيجا بايت الواحد هو عبارة عن 1024 ميجا بايت، أي تقريبا ما يقارب 10^3 ميجا بايت. النوع الأخير اللي هو Universal Serial Bus Flash Memory USB Flash Memory، هو أيضا من أجهزة الخزن الصلبة، تكون من نوع الغير متطايرة. أيضا يستخدم فلاش ميموري لخزن البيانات مثل السوليد ستيت درايف. البورت هو عبارة عن نقطة اتصال تستخدم كإنترفيس كواجهة بين الحاسوب والأجهزة المحيطة به، مثلا أربط لوحة مفاتيح أو ماوس أو طابعة أو بروجيكتورز اللي هو أو أي يعني ديسبلاي يونت، شاشة كبيرة، فلاش ميموري، سبيكر وغيرها. هناك الكثير من أنواع البورت، نأخذ البعض من أدها. مثلا أدنى النوع الأول اللي هو البارالل بورت اللي هو هذا صورته، تستخدم عادة لربط الماتحات الضوئية للسكنر أو الطابعات، ويطلق عليه أيضا بالبرينتر بورد. داتا تنقل بشكل بارال، يستخدم عادة عدة كوميونيكيشن لاين لنقل البيانات. أما السيريال بورد اللي هو هذا صورته، اللي هو عادة يستخدم لربط أجهزة المودم، هنا يتم نقل البيانات بشكل بيت بعد بيت.
البت هو أصغر وحدة لتمثيل البيانات، اللي هو تأخذ فقط two value، يا أما صفر أو واحد. وهنا يستخدم communication line واحد لنقل البيانات. النوع الثالث اللي هو PS2، هي تستخدم لربط لوحات المفاتيح اللي هي الكيبورد والماوس القديمة، وهذا هو شكل البورت الخاص بها. أيضا عندنا USB Universal Serial Passport، أي جهاز USB device خارجي ممكن أن أربطه بالحاسبة عن طريق هذا البورت. مثلا عندنا External Hard Disk، يعني هارد ديسك خارجي، عندنا برينتر أو سكانر الحديثة، الماوس ولوحة المفاتيح الحديثة ممكن أربطها عن طريق هذا البورت اللي هو هذا شكله. أيضا لدينا الـ VGA بورت. الـ VGA هو stands for Video Graphics Array، وأحيانا يطلقون عليه بالـ Video Graphics Adapter، يقوم بتوصيل المونيتر بالفيديو كارد الخاص بالكمبيوتر.